النهارده ازيكم عاملين ايه يا اصحابي الحلوين؟ النهارده طبعا جايلكم فيديو جديد مش عارف نقول فيديو. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ولايكات كتير وكومنتات اكتر. وصلوا امنيه بقوه ل 250,000 مشترك. اللي بيحب امنيه بقوه يوصلها ل 250,000 مشترك. يلا يا جماعه وصلوني في مده قصيره خالص لو انتم بتحبوني طبعا. وانا بتعب عشانكم وبحبكم جدا يا اغلى حاجه في حياتي. النهارده هنلف سوبر ماركت الكليني كله نشتروا كل حاجه باللون البينك. يا جماعه اشتري برسيل بقى كل حاجه باللون البينك. بصوا العربية دي يا جدعان هتبقى قد كده. لا مين قال لك هتبقى قد كده؟ السوبر ماركت ده كله. اه كل حاجة. يلا بينا نبتدي. يلا بينا. أول حاجة هي. لا. بص. بيروح على الحاجة من كل حاجة حاجة. أول حاجة مني. دي أول حاجة مني أنا. شكلي إيه؟ ميرسي إيه؟ يلا جمعي بقى. لا لا. يلا تعالى يا هند. تعالى. إيه؟ مش دعوة على لا بينك يبقى كله بينك يا امي. صح كده الله ينور عليك. كله بينك عشان ما تبوظيش التحدي. فاهمين برضو التحدي يعني قولي لهم. ايوه التحدي هي تشتري كل حاجه لونها بينك من جوه او من بره يعني عادي. فاهمين ازاي؟ اه ايوه بينك يعني شويه بس من جوه او من بره مش شايفين جوه في لون بينك فهي عشان التحدي يبقى تحدي صح. والله هنا؟ يلا يلا. امي طبنية هنا في بنك كتير قوي. بنك 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 ده كمان وده كمان. اوه كيندر. بصوا لقيت ايه كمان مينيتوس. وايه الكندر من ده؟ لا دي مش بنك امنية. لا هي لا هي بنك بالنسبة لامنية. وايه تاني؟ زعلية سعدية يا غزة. سعدية يا غزة. ممكن مثلا حاجات كده. حاجات كده. تاخدي كرور الوان. خدي امنية بنت اهو. محمد كرور الوان. اقصد بيه دول ده. حاجة بنت حاجة بنت. لا اه. وده. اه يا جماعة. كل الماركت بيدور مع امنية على حاجة بنت. ده مش بينك مش بينك هو مش بينك هو بس هو من جوه بالستروبري. احنا قلنا التحدي اي حاجه بره يا اي حاجه جوه. امنيه فريسك اهو بينك. لا بص اوه بقى هو كده امنيه بينك. ده مش بينك. لا مش بينك ده بيربل ليه مو فانش. ايه ده عامل بيه ايه ده؟ طب اقول لك حاجه بس لو احنا بقى شلنا فانش وشلنا مش فانش شلنا فانش ومش فانش. ده 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 لماما لو وريهم الاول. استنى كل حاجه بينك النهارده يا جماعه. شامبو وطلع شامبو. النهارده يومنا كامل بينك. امنيه صابون بينك. اللي انتوا ما تعرفوش ده ان النهارده اليوم العالمي ان اليوم البينك. شامبو ده. شامبو لونه بينك. النهارده يا جماعه اليوم العالمي لليوم البينك اللي انتوا ما تعرفوش. امنيه غزل تقول لك بصي ده. يلا يا جماعه. ده كبير ده لا ده الجام ده. ده الجام. تعالي طب ممكن تلاقي في الشيبس والحاجات جوه. لا مش بنت. لا دي مش بنت. متوصلش امنية حاجة كاملة. امنية بنت. بص امنية دي بنت يعني. طيب محمد مش بنت كده. محمد مش بنت ده غامق او اللون البنك اللي انا لابساه. يا عم انا عايز اطلع شخصية. قلت ايه تعالي نروح للزبادي. تعالي اخش منين الزبادي. يلا بص امنية اه بنك اهو. يلا لبن يا جماعه. ايه تاني؟ هلو هلو سلام. هلو السلام عليكم. الله يخليك. ايه هو ايه بص يا جماعه لقيت ايه على حظي. الله دي جميله دي. ده مزارع دي بس ده انا بحب بعشق منه الشوكولاته يعني. ده فراوله بس تحفه. ده لقيت بورصه يا جماعه. ده لوي اهو. ايه تاني؟ ممكن تبقى دي بالفراوله. دي ليش بالفراوله دي او منين؟ لا بس دي حمراء. بص يا جماعه دي بنت. جبنة.
انا دي بنت. اه بص جنب دي عشان امنيه تفطر بيها يا جماعه. امنيه بتحب جدا جدا. اهو تونه؟ اه بالايه دي معرفش. انا عارفه اجيبها. انا بصراحه يا جماعه عشقت التونه، كل اللي بيحب التونه يكتبلي في تعليقات. حلاوه يا جماعه. انت هتشيس والراجل كله. انا مش ماشي النهارده لما يجي عربيتي. يا جماعه لقيتكم كتير هنا بلون بي، صح ولا لا؟ صح. لا مش بيتك تعال اوكي. في حلاوه جنبها جنبها جبتها. ما نزلناش حاجه جبناها. عصفة على الشمس يا حاج بنتي. ده في اندومي هي امي. لا بس مش بنت. طبعا يا فاميلي الله يخليك. طبعا امنية بتدور يا جدعان. امنية قوة يا جماعة في القلب اللي جوه 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 جوه. امنية قوة. في القلب من جوه. تعالوا نطلع مع بعض بقى. حتة رومانسية كده. لا العكس من العكس. العكس يا بنت كده. يلا يلا. أمنية قوة. من القلب من جوه. أمنية قوة. في القلب من جوه. جوه جوه جوه. يلا أمنية عشان يلا. غني معايا برنس مصر يا بنت. برنس مصر. برنس مصر على طول موجود. ده وايه امنيه كويس ها؟ اهو يا جماعه بصوا ده ايه؟ دي ايه؟ وايه جنب؟ وايه ده؟ هجيب دي ودي من عصفة النبي. بس ده مش بنك يا امنيه. امنيه النهارده اليوم العالمي للون البنك. ورايا. ورايا في الحكايه. كريمة حشو حشو شيء يا امي. اهي تعالي حبيبتي تعالي مش عارفه تشوفيني يعني. بابا ريم ودي برضو. كيف انت ممكن تجيبي كيكه دي؟ ممكن تجيبي دي دي تورته دي ولا دي امنيه. بنتي تبقى كلها بنت امنيه. طب دي ولا تعالي يا امنيه تعالي يا نهار سيادتك. طيب تصور على الهنا. طيب نور بيش سمعت فيك. طيب الله منيح. وش يمين امني يلا تاني امني. شوفوا دي امنيه بنت. خلاص يا جماعه بالفراول. جيب كده منظر العربيه كل حاجه بنت. طب ده بنت بنت شطورة امنيه. اهي اندومي بنت. لا 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 اهي امنيه. ايه ده ايه ده عامله ايه؟ يلا شخص رمان. اهي دي اهي يا جماعه دي دي تاني امنيه. ايوه بقول لك ايه شكل العربيه مفرح قوي. قوم ليه ما تجيبيش القوام الفاتح بس يا امنيه. ايوه ماشي خدي بقى ماشي الله ينور محمد ماشي الله ينور. هل هنا لا رجعيها دي مش بنت. العصير امنية اهو في كذا حاجة ويلا افطار ماشي ماشي اهو. انا بحب اول عصير ده بتحبيه امنية؟ والله العظيم طعمه جميل قوي. والله في عصير تاني تمام بس مش كله يعني. انت جايبه كبير خلي بالك مني اهو. خلاص خلاص الشيبسيات ده فيش غير واحد اهو. لا في تاني اهو.
وريني أمنية. خد أمنية. واو شكرا يا محمد. ادخل جوه تاني امنيه. النهارده كده يا امنيه احنا خلصنا كل حاجه. وايه جبت وينه العربيه كده بنك عامل زي وينه امنيه؟ تعالوا اقف على جنب عشان ما اعطلوش الدنيا. لا اقف على جنب. تعالى كده يا امنيه. ايوه كل حاجه يا جماعه باللون البينك. وايه كده؟ ايوه ايه ده؟ بينك شيبس بالفراخ. راجع يا حمو عشان ما تضحكش علينا يا حمو. لا كل حاجه بينك. محمد سعيد النهارده. ودي كمان دي بقى كمان بيها امنيه. خليك فعلا في الصباح. دي امنيه يا جماعه تفتح طبعا بالكلمه دي امنيه طبعا. سابون ده نفسي ودايا دي عشان كورونا فيروس. والشم ده بندول ده ليه اهميه كبيره قوي في حياتنا. اهم حاجه التونه يا امنيه. اه التونه مع التونه ديت مش هتقدر تدور عليها. حياتك مضمونه. ما ايه مع التونه حياتك مضمونه. والله حلو. اتفرجت عليها فين دي يا امنيه؟ لا قصدي كده قصدي انت مع التونه حياتك مضمونه. بص بقى امنيه عاوز اقول لك على حاجه. امنيه لا ثواني قبل ما امنيه تخش السوبر ماركت قالت مفيش حاجه باللون بينك صح ولا لا؟ انت قلت ايه يا امنيه؟ هي قالت لك مفيش حاجه باللون البينك. وانا كمان قلت لك لا قلت لك خليها لون احمر. لا لقينا كل المحل لون بينك. الناس لو عجبها من اللون ده هنعمله كل الالوان. ايه رايك؟ شويه نعمل مثلا لون مثلا جرين لون الاخضر الاصفر اللي انتوا تختاروا. اكتبوا لنا في الكومنتات اللون اللي انتوا عايزينه ايه. ايوه قولوا لهم امنيه تعليقات كل الالوان اللي تعاوزينها وايه رايكم في الفيديو ده. وصلوا امنيه قوه يا جماعه ل 52000 مشترك. اللي بيحب امنيه قوه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ولا يفتح فيه وكومنتات اكتر. بصراحه انا جامد في الحلقه. يلا امنيه قولوا لهم بقى. وده كمان يا جماعه ده عشقي. دي احلى حاجه. ده عشقي يا جماعه بصراحه. الحلقه بحبها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. قبل ما ننهي الفيديو بتفتح لايك سبسكرايب بعد الجرس كومنت كتير لك اكتر. وصلوا امنيه قوه ربع مليون مشترك. قوه قوه وبتقول لكم باي باي.